بطل القصة اللي هنشوفها دلوقتي يا جماعة اسمه سعدون. احنا هنشوف سعدون في مراحل حياته المختلفة، وعايزين نحكم في الآخر هل سعدون كان ضحية ولا سعدون هو الجاني. تعالوا مع بعض نبدأ ونشوف سعدون في الطفولة، يلا بينا. حبيبي لازم تذاكر عشان تطلع الاول عليهم كلهم. انا خلصت المذاكره كلها يا ماما. امال انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا بساعد صاحبي حماده. ايه يا نهار ابيض، اياك تعمل كده يا سعدون، احسن يجيبوا درجات اكتر منك. ما تساعدوش يا سعدون. طبعا زي ما شفنا كده سعدون اتربى انه ما يساعدش حد من زمايله في المدرسه، لانه لو ساعدهم هيبقوا احسن منه، وده ما خلاش ليه صحاب كتير في المدرسه. وبعد حوالي كده 7 أو 8 سنين دخل سعدون الكليه. هنشوف دلوقتي اصحاب سعدون في الكليه، حسن استقراض ومحمود هلباوي، وهنشوفهم ازاي كانوا بيتعاملوا مع بعض. تعالوا بينا نشوف. بقولك يا سعدون، تديني الجاكيت بتاعك لحسن، محتاجه في مشوار ضروري قوي. انت عايز الجاكيت؟ طب خد اتفضل. بقولك يا ابو مسعيد، انا كنت عايز اعمل مكالمه لماما كده في التليفون، احسن عندنا حوار عايزين نخلصه. ما تجيب الموبايل بتاعك اعمل مكالمه. اه ماله، قشطه يا استاذ، اتفضل. ايه يا سعدون، الجاكيت مفيهوش غير 20 جنيه يا راجل، شوف لي كده معاك 10 15 قول 18 جنيه. ماشي يا عم الباوي، بس سيب لي جنيه اروح بيه. قشطه، رجوله والله يا سعدون. بص بقى يا سعدون، انا موبايلي فصل شحن. ايه ده، الجنيه ده مقطوع؟ سيب لي موبايلك بقى بالمره بالخط بتاعه، احسن مستني مكالمه مهمه قوي من ابن عمي اللي في البرازيل. برازيل؟ طب خلي بالك من الموبايل بقى. في عينيا يا سعدون، بس هات لي بقى الشاحن بتاعه عشان ما يفصلش، والجراب عشان ما يتخدش، والسماعات عشان اسمع شويه اغاني وانا ماشي. بس انا مش حاطط اغاني. ياه يا عم، انت مفيش حد الواحد ما يصدقش في حاجه ابدا وتسد. خلاص بقى استقراض يعني، صاحبنا ونستحمله. بقول لك ايه بقى، يلا عشان نلحق موعدنا. يلا بينا بكره الساعه 5. شفتوا يا جماعه سعدون بيعمل اي حاجه عشان يرضي اصحابه، لكن سعدون اتعلم انه مهما عمل برضه مش هيرضيهم، فقرر انه مش هيساعد حد ولا هيرضي حد بعد كده. وكان دايما يفكر في نفسه بس، حتى وهو بيشتري العيش. صباح الفرن. حاسب كده يا باشمهندس؟ ايه يا اخوي، حاسب لا توقعني يا ست، انا واقف هنا من قبلك. الله يا اخوي، واقف فين ده؟ انا اول مره اشوفك دلوقتي يا حجه. ده انا واقف هنا بقالي 3 ايام، وعم فرج قال لي استنى لما العجينه تخمر. يا عم فرج اديني ب2 جنيه الله يكرمك. لحسن اخويا عيان والدكتور كتب له على ايش. يوه يا بوي، احنا اللي هنقوله عن عيد وليه؟ مفيش غير بجنيه لكل واحد، افهم بقى. انت صعيدي؟ خلاص يا عم وزير التموين اديني بجنيه. بقولك يا باشمهندسه، الله يكرمك، ابن عمي حجز له هنا بقالي 3 ايام. طب يا اخوي لما يجي هبقى عندي قدامي. صباح الفرن. ايه ده، فين سعدون؟ مشي، ده دايما متفوقين وبيعجز في اول طابور. ايوه يا اخويا، ما هو لسه ماشي وقال لي احجز لك قدامي. مش شاكرين يا باشمهندسه. يا عم فرج بجنيه تاني الله يكرمك. باي عليكم، هو كل واحد يمشي ويجيب جرابينه مكانه؟ فهمكم يا ولاد مصر. سعدون ما بيفكرش الا في نفسه حتى لما يجي يشتري العيش.
سعدون اتخرج من الكلية واشتغل وعنده حوالي سنتين ثلاثة خبرة دلوقتي. جاله زميله جديد في الشغل وطلب مساعدته. يا ترى سعدون هيعامله ازاي وايه اللي بيفكر فيه؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم. ازيك يا سعدون؟ اخبارك ايه؟ بقول لك كنت عايز اسالك في موضوع كده ممكن؟ موضوع؟ وين يا حماده؟ اتفضل. انت عارف ان انا لسه جديد وكده، فكنت عاوزك تقعد معايا شويه تظبطني تعرفني نظام الشغل كده يعني عشان نخش في المود بسرعه. ما تساعدوش يا سعدون. او مالي يا حبيبي؟ اظبطك. انا عايزك بقى كل ما تكون مزنوق في حاجه تجيلي. خلاص يا سعدون، شكرا، وان شاء الله هجيلك لو عايز اي حاجه. ها؟ ده عايز يفهم بقى ويدوس علينا. ظبطك بطل، انا هظبطك تظبيطه يا غالي يا ابن الغالي. طبعا سعدون ما تعودش يساعد حد، وعشان ما بيساعدش حد لما وقع في مشكله في الشغل ما لقاش حد يساعده، وللاسف في الشغل بتاعه استغنى عنه. بس يا ترى سعدون قبل ما يسيب الشغل هيعمل ايه؟ تعالوا كده نشوف. مش سعدون اللي ياخد استمارة ستة وتعدي كده بالسهل. حاضر يا بشر. بقى لما وقعت محدش يقف جنبي وعايزين تمشوني، انا هفرجكم اخر ما توصلت اليه الفيروسات. بستر جارد سعدون.